not a game. It's a rich thing. عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بألف خير. طبعا انا مش بنزل كتير علشان موضوع الكورونا ده، يعني واحد بينزل للضرورة القصوى، فكنت عندي مشوار كده جنب البحر، فحبيت ان انا اجي اشم شوية هوا نظيف على بحر بورسعيد واوريكم برضو شكل البحر عامل ازاي وتغيير برضو للمود. تعالوا بينا نشوف البحر. الله، ريحة البحر بجد حلوة، مريح للأعصاب، خصوصا عشان ما فيش ناس كتير على البحر، فيعني ريحته حلوه كده وهوا نظيف. اسمعوا بقى صوت البحر شويه. ربنا يزيح عنا وعن العالم يا رب الوباء والبلاء ده، عشان الناس ترجع بقى للطبيعة والناس تخرج وتبقى الحياة زي الأول كده وأحسن إن شاء الله. Not a game, it's a rich thing. وانا ماشيه اتفاجئت ان في ناس كده بتعوم في الميه، مش كتير يعني، وزي ما انتم شايفين كده البحر فاضي خالص. انا بس زي ما قلت لكم كنت نازله مشوار كده بس مع جوزي بالنهار، فحبيت ان انا اجي اغير جو على البحر واوريكم منظر البحر بس كده. وتكون دي نهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.